طيب عشان ندي التاسك بقى. التاسك اللي انا عايز اعمله اول واحد بتاع فين؟ احنا فين من الدنيا دي؟ ماندي السطر دي. لا طيب ماشي، ما انا هجيب لهم التاسك من عندهم. احنا في محاضرة رقم كام؟ 11. احنا كنا تقريبا كله عمل التاسك ده صح؟ اه ما عملتوش لسه. اللي هو بتاع البوست، اللي ما عملوش يعملوا، اللي ما عملوش يعملوا. عايز كده التاسك، عد التاسكات دي كلها. عايز انا زرار ادوس على كده يروح يظهر لي الكلام ده، ادوس عليه يخفر، ادوس عليه يظهر. سهل خالص. انت عندك بروبرتي اسمها تايب، اسمها ايه؟ عايز امسك التايب احول مره التكست ومره لمين؟ للباسورد صح؟ طيب طيب اول تاسك. ثاني تاسك جيت لوكيشن، ده جيكويل. ارجع ورا، احنا فين هنا؟ رقم 18، رقم 20، رقم 21. رقم 21 لسه اقول لك اهو. مش ولا تاسك دوس لما تخش عندنا احنا هتلاقي تعرف تعمل اللعبة؟ تعرف تعمل اللعبة؟ ما سيبك من الالعاب والكلام الفاضي ده، خلينا في التاسك الثاني. التاسك الثاني عايز الكلمة اللي هي تتكتب دي، اللي هي كتبناها ده شوية. دي اتكتب مش هنا، عندنا. خش عندنا بقى. عندنا ريفليكس لولا. عايز الكلام ده على ما اعتقد كانت مين؟ ده البوست. ده الفيديو صح؟ كنا بنعمل حاجه على الفيديو؟ لا ما كانش فيه تاسك. طب بقى برضه يعني كان هنا في ايه؟ دي انا عايز هنا الكود ده اللي كتب اي لاف جافا سكريبت، انا كاتبه بيكتب من اليمين للشمال. انا عايزه من الشمال ايه يمسح اخر حرف وايه ويرجع هكذا هكذا. تمام. عايز حاجه ثانيه كده، زرار هنا مثلا. اللهم صل على الامر. يغير الالوان، يوقفه وما يخلوش يجمع صح؟ يوقفه وما يخلوش يجمع. لا لا لا، عارفين الصور الجي اف؟ جيف. عارفين الصور دي؟ ايوه جيف. حلو الصور دي. طيب عايزين صورة جيف ولا صورة لا اللي هي المتحركة؟ ايوه هي الجيف. طيب عايزين صورة اسد. اسد طلال. طيب اي حاجة كده بتتحرك، واحد بيلعب كورة بيباص للتاني كورة، المهم ايه؟ عايز صورة بتتحرك. فين؟ طيب ما تبدأ بقى انت بقى ايه الادوات؟ لا انا مش عايز كده، مثلا اجيب لك حاجه بس تمشي بس ايه بالمثال. فين عايزين صوره تايجر كده فتحرك؟ انت صحيح هتعمل لك جيف في جافا سكريبت يعني؟ لا اعمل لك جيف في جافا سكريبت. فيش واحد بيمشي صوره بتمشي كده؟ ما انا بس يبدا بس الصوت. فين يا شباب الصوت؟ هو يعني لما تلود هيبقى في حركه فيه يعني ولا ايه؟ لا طيب فروت.
باشمهندس والله في من انواع فوق بتقول شغل الرجاله دي يا باشمهندس انا شغل مجموعتي والاثنين حاضر قاعدين مش قاعدين مش هنفرج الواحد هاي الصورة متحركة ايوه اجيبها على طول عشان اخر هم نفس الصور نفس كل حاجة مفيش حاجة بتتحرك فيهم ايوه ده اكيد ده فتح فتح مفتحش مفتحش طيب الفكرة ازاي المفروض الصورة المتحركة اللي هي جاية في دي هو بيتحرك حركة ثابتة يعني مثلا مثلها لكم ازاي هي المفروض الصورة لو فتحت هو بيتحرك دي بتتحرك في نفس المكان بس تمام في نفس المكان ما بتتحركش غير في نفس المكان الصورة دي كده صح انا عايز كل الحكاية تعمل لي كلاس كي فريم كي فريم ده البوزيشن بتاعته بتتغير مثلا كل شوية زي 10 10 10 10 10 10 مع الحركة بتاعته هو بيتحرك في نفس المكان انت هتخليه الصورة اللي انت جايبها بتتحرك في نفس المكان انت هو بيتحرك في نفس المكان انت بتغير البوزيشن بتاعه تغير البوزيشن بتاعه تغير البوزيشن بتاعه تلاقي ان هو انت كانك انت اللي ايه اللي عامل الحركة بتاعته تمام المفروض انت عايز صورتين بقى الصورة هو بس لا ما هي صورة واحدة بس هي الصورة واحدة بس يعني مثلا بس ده لو حركة بتاع الصورة هتبقى جاية كده شباب الصورة هتبقى جاية كده تمام المفروض الحركة بتاعته ايه رجليه بس بتتحرك بغض النظر ان هي دي مش واضحة رجليه بس بتتحرك انا عايز رجليه بس تتحرك دي البوزيشن بتاع الاليمنت هنا كده انت بتعرف تمسك البوزيشن ولا لا اللي هو الليفت والرايت والكلام ده ففي حاجة اسمها باك ستايل دوت رايت ستايل دوت مين ليفت انت عايز كل ثانية يزيد ايه او الكلاس انت بالكلاس نفسه او ممكن تعمل كلاس الكلاس بتاعه بادئ عند بوزيشن 0 بعد ثانيتين 10 بعد كده 20 30 هكذا عايز زي سوبر ماريو في ده مش شويه دي سوبر ماريو بس سوبر ماريو مش هيدوس على الزرار هو ايه يتحرك مع نفسه كده بنفس الحركه الحركه دي انت تجيب الصوره هتبقى كده بس انت لما تيجي تحركها تحركها بوزيشن تحس ان هو على فكره انت ممكن تشتغل دي ممكن تخلي دي كده بيتنطط كده بس ايه البوزيشن بتاعه يتحرك كانه ان هو ايه فاهم قصدي؟ لو رجليه اللي بتتحرك كانت هتبان اكتر خلاص ده تاسك بس اهو هو ده اللي انا عايز اقول لك بص كده ده كده الصوره دي هتحملها صح؟ الصوره فين؟ بيتحرك في نفس ايه؟ المكان تخيل بقى لو الصوره كده بس بص خدتها كده وبتتحرك بقى مع نفس الحركه دي بص بيتحرك بوزيشن كده فانت تحس ان انت ايه؟ انت اللي عامل الحركه كلها كامله فاهم قصدي ولا لسه؟ ما تفهمتش برضه صح؟ تفهم طيب هذا تاني تاسك ثالث تاسك كنا بنقول ايه التايمنج الالوان انا عايز هنا موقع كده مش عارف في موقع هنا كده ولا لا موقع مثلا اطلب مش عارف في الكلام ده ولا لا موقع اطلب انا اعتقد في ان انت تغير اللون بتاعه مفيش تغيير اللون طيب الموقع ده مثلا اللون بتاعه ايه مثلا اللون الاصفر والكلام ده كله انا عايز مثلا الزرار هنا كده زرار هنا كده زرار هنا كده الزرار ده ادوس على الاحمر يخليه الفونت بتاع الحاجه او الباك جراوند لون احمر دوس زرار كده بس الشكل يكون مثلا الشكل يكون كويس كويس كده تمام يغير الالوان بالجافا بجافا سكريبت سواء فونت او يغير مين انت عايز طبعا مش موجود انا عايز موقع يكون معمول الكلام ده مش موجود تمام ادي التاسكات في مشكله في كده سهل وصعب الكلام ده جميل